من منزلي إلى منزلك أنا إسراء حسن، وهذا اتصال مجدداً. أرحب بكم بهذا الفيديو. رح نحكي عن أهمية الحجر النفسي ومحاولة الابتعاد عن أخبار كورونا السلبية. في الوقت يلي أصبح فيروس كورونا حديث الناس ومصدر قلق للعالم كله، طبعا في ظل قيود مشددة تفرض على حركة السكان، حظر تجول قد يصل لأسابيع طويلة دون الخروج من المنزل بيزيد من حدة التوتر، الخوف، القلق. هاي بعض الخطوات البسيطة لمحاولة احتواء أزمة كورونا. أول وأهم خطوة، اعزل نفسك عن أخبار كورونا نهائيا. أنت مش بحاجة لمعرفة معلومات جديدة عن فيروس كورونا، كل يلي بدك تعرفه أصبحت الآن تعرفه بشكل جيد. ما تبحث عن عدد الموتى، لأنه إحنا مش في مباراة كرة قدم لحتى تعرف النتيجة النهائية، وما تبحث عن معلومات إضافية عبر الإنترنت لأنها رح تضعف من قدرتك الذهنية. حاول قدر المستطاع تجنب إرسال رسائل مرعبة ومحبطة للناس، لأنه بعض الناس ما عندها القوة العقلية اللي بتملكها، فبدل من مساعدتهم رح تعمل عندهم بانيك أو ذعر، يمكن اكتئاب. استغل فترة الحجر المنزلي، مارس هواياتك القديمة، ربما القراءة، مشاهدة التلفاز، استمع إلى ما يبعث الطمأنينة داخلك، القرآن الكريم، الحكم، الأمثال، الشعر، الموسيقى، لأن مزاجك الإيجابي بيساعدك على حماية جهازك المناعي، في حين ثبت أن الأفكار السلبية بتضعف من جهازك المناعي وبتجعله عاجز عن مقاومة أي فيروس. ضروري يا جماعة يكون عندنا تضامن اجتماعي وتباعد جسدي، بمعنى التواصل مع الآخرين وخاصة كبار السن والأطفال، لأنه أكيد الحجر المنزلي عمل عندهم إرباك بحياتهم، فنتجاوز هاي المرحلة ونخفف من شدة توترها عليهم تحديدا. الأهم من هذا كله أن تؤمن إيمانا راسخا بأن هذا الوباء سوف يمر والحياة ستستمر. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. عدونا اليوم مش جيش محتل، ولا طائرة حربية، ولا صواريخ. عدونا اليوم غير مرئي، بالتالي مقاومته الوحيدة بتتلخص انك تلتزم بالحجر المنزلي والحجر النفسي. اما اذا كانت لديك بعض الافكار الايجابية للحجر النفسي، شاركنا بها عبر التعليقات، ولا تنسى الاشتراك بحسابات منصة الامل ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. الى اللقاء.